السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مريم من إقليم الشاون. السلام عليكم يا مريم. وربما انقطع الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا هذا الرجل الصالح لبس عليه. أهلا أهلا يا مريم، حفظك الله ورعاك لنا. اللهم آمين لنا ولك ولسائر المسلمين كافة أجمعين. اللهم امين يا رب، حفظك الله ورعاك الله. البركه خاصك من جهه الوالد الله يجل يا ربي في جنه ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر. اللهم امين يا ربي يا كريم، جزاك الله الف خير. اللهم امين. واحد التحيه خالصه لطاقم راديو وواحد الاخ جواد الزوجه ديالو والاخ عبد النور زوجته وعبد القادر زوجته. واحد التحيه للاخوان ديالي والاخوات ديالي كاملين يا رب يا كريم. وكنقدم واحد التعازي لاخت الوزنه تعازي في الخال ديالها والعم ديالها. وكنفرح المستمعين بان الاخت الوزنه كملت صوره الطريق وانتقلت الى صوره البلد. بارك الله تبارك الله. ولالا مريم، واش شكون اللي كيحفظها؟ شكون اللي مشرف على تحفيظها؟ انا. تبارك الله تبارك الله. وكيفاش الطريقه اللي كتستعملوا في الحفظ ديالكم لالا مريم؟ الحفظ ديالنا كنجي كنعطيها زوج الجملات وعاود كنحفظهم وعاود كنرجع نعطيها زوج اخرين. هذه طريقه خاصه بالاخوه المكفوفين. نعم البصر. نعم ممتاز الحمد لله، ممتاز. الله يوفقكم الخير يا رحمن يا رحيم يا رب يا كريم. اللهم امين. وتحيه الاخت ورديه من تنغير والاخت فاطمه من اسفي راني توصلت بالنمره ديالها حتى هي تبارك الله وصلت صورة الغشية. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم، هنيئا لكم جميعا. لا والله لك هي وصلت معي صورة الغشية، الحمد لله اللي وصلت معي صورة الغشية دابا. تبارك الله تبارك الله، الله يبارك لكم. اللهم امين يا مريم. واش عندكم دي جروب في الواتساب كتعلموا كيفية تحفيظ القرآن الكريم؟ لا خصوصا بفقد البصر. إيه؟ لا عندي منفرد. منفرد مزيان. منفرد واه. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا ربي يا كريم. وكنسالك واحد الدعاء للتلميذه ديالي عندها دابا ثلاثه الاحزاب في البقره، وهذا النهار بدات امتحان في البكالوريا، كنتمنى لها ان شاء الله النجاح ومازال من التوفيق ان شاء الله. يا رب. لاله مريم، بغينا منك واحد الدعوه صالحه للتلاميذ ديالنا في البكالوريا. راه كيجتازوا امتحان دابا حاليا، والاباء والامهات وضعوا يديهم على قلوبهم. وانت الحمد لله امراه طيبه من اهل القران ومحفظه لكلام الله. بغيناك واحد الدعوه ديال الخير وتشفعيها بواحد تلاوه قرانيه مباركه باش الدعاء يرتفع. ولكن عنده شي موانع، هذيك البركه ديال القران الكريم اللي غتشفعيها معاه غتسبقه وتفتح لي ابواب السماء ويصل الى الرحمن ويفرح الله الاباء والامهات اللي هما يا قلوبهم مع وليداتهم في امتحانات البكالوريا ان شاء الله يا ربي. واحد دعوه خاصه لان له الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، انا اقولها وارفع راسي. يا لاله. واحد دعوه خاصه لسي محمد السادس، والله تنقول له امام رب العزه لانه له الفضل علي انا. السلطان ديالنا سيد محمد. نعم، علاش له الفضل علي؟ صورة البلد. إيه؟ صورة البلد. انا اولا اقتطف منه حفظته على لسانه. كيف ذلك؟ واخا كيف ذلك، هو كان عنده 11 سنه وانا كان عندي 5 سنوات. هذا جات الملك محمد السادس لما كان صغير السن. والله تنقول له، والله تنقول له امام الله. اياه، وان شاء الله هذا الكلام سوف يصله باذن الله. والله تنقول له امام الله ولا اخاف في الله لومه لائم. اياه. والله تنقول له، قل له يا سي محمد راني سبحان الله العظيم سورة البلد راني المقتطف ديال الأول حطه على لسانك. الله أكبر. يالله. وهذه فرصة واحد دعوة للطلبة والطالبات، ولكن سبق لنا في الأول سورة البلد. نسمعوا سورة البلد.
واخا. ومن بعد انا الملك ديالنا ملي غندعي معاه في السجود. اييه السجود هذاك السجود هذاك انا كنعرف. وما والله دكتور ما نكذبش عليك والله دكتور نقولها له امام الله نقول له يا جلاله الملك انا هزيت صوره البلد على لسانك. الحمد لله. هو صبي صغير الحمد لله. هو باقي كنعقد عليه عنده 11 عام وانايا عندي 5 سنين. تبارك الله تبارك الله. اه الله يبارك لك يا بنتي الله يطول لها مريم الله يطول عمرك والله يكثر من امثالك. امين. يلا غنبداو صورة البلد. يلا نسمعوها ان شاء الله تعالى كما سمعتها من فمي ولي العهد انذاك محمد السادس لما كان عمره 11 سنه. يلا الله يهدي وتبركوا بها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا. ايحسب ان لن يره احد. الم نجعل له عينان ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه. فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه. يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مطربه. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار موصدة. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. وحتحيا الحاج عزيزي كنقول له اللهم يا ربي اللهم يا ربي اشفيه ووفقه ونوفقه لعند وليداته. امين سي عزيزي. الحاج من اكادير صديق البرنامج والرجل المحب للايمان وكيحب المكفوفين المكفوفات. غنعطيك واحد الدعاء انايا. اييه هو ماشي دعاء هو استغفار. انا ملي كنت انا كنت مريضه كان مرت لي رجلي واحد النهار وكنت مريضه بزاف وكنت كنقولوا اييه هذا الدعاء هذا يا زعما سبحان الله العظيم. اييه انا نقول لك وغتسمع. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الارض. سبحان الله عدد ما خلق بينهما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما خلق بينهما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذه كلمات يحبها الرحمن سبحانه. واحد كيعزيوك في الوالدة ديالي واحد صحابك كيعزيوك في الوالدة ديالك يقولوا لك نيابة أنا كنوب عليهم. واحدة من أي التورير واحدة من بن قرير واحدة من بني مسكين والصويرة. هالكل يعزيك في والدتك. جزاكم الله ألف خير. الله يطول عمركم. لا أحزنكم الله. اللهم أمين. بارك الله فيكم.
وكنشكركم اختي لاله مريم، كنشكركم الشكر الجزيل، والحمد لله احنا عندنا واحد الثقه في الله عز وجل بانكم انتم الحمد لله. الحمد لله من اهل الايمان ومن اهل اليقين. الحمد لله على هذه النعمه، هذه نعمه كبيره عطاني سيدي ربي العالمين. الحمد لله، ولهذا كنبغي الدعوه ديالك للاباء والامهات واولياء التلاميذ اللي وليداتهم كيدوزوا البكالوريا هذا النهار المبارك، بغيناك واحد الدعوه اولا. يا ربي كل واحد، يا ربي كل واحد عطي نقول له ما في خاطره يا سيدي ربي. يا ربي يا ربي. يا ربي الله ينقل كل واحد ما في خاطره، الله يسمعنا اخبار الخير يا ربي. يا رحمن يا رحيم. والله يرفع علينا هذا الوباء. اللهم امين. هذا ما نقول، الله يرفع علينا هذا الوباء كثير يا ربي. واحد الدعوه، واحد الدعوه لجلاله الملك بالشفاء وطول العمر. شوف هذا كان انا قلت لك، انا قلت لك، قلت لك انا هذاش ما غنتفارقش معاه، غنبقى ندعي معاه حتى يوم نلقاه يوم لقائه. اللهم امين. اي حتى يوم نتلاقاو انا وياه يوم لقاء الله. لا ماشي في الدنيا، الدنيا ما عندنا ما نديرو بها. لا 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 الله يوم الدنيا القيامه. الدنيا الدله. اياه. الدنيا الدله، انا خصني نتلاقى معاه يوم الاخره، انا قلت لك انا حطيت صوره البلد على لسانه. الله اكبر. ما زعما ماشي زعما كنفتخر، اللهم لا فخر. اللهم لا فخر، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك لاله مريم، شكرا لك، وتحيه اليك ولكل هؤلاء الاحباب اللي هما يا من اهل الخير المكفوفين والمكفوفات اللي كيسعوا انهم يكونوا فريق واحد ويتعاونوا على تلاوه القران الكريم ويتعاونوا على الدعوات الصالحات. والحمد لله احنا اليوم سعدنا لما راينا ونحن نتابع الاخبار الخروج ديال صاحب الجلاله حفظه الله ورعاه الحمد لله ورفقه ولي عهده دليل الكمامات في الاثراء السنة المجلس الوزاري وكيوضعوا مجموعه قرارات لصالح الوطن ولصالح البلاد والعباد، هذا كله فيه خير عظيم وبركه كبيره، وان شاء الله تعالى نشوفوا الخير الى الامام. وغنبقى مع واحد الانشوده جميله ان شاء الله تمجد هذا الروح الوطنية المركوزة في قلوب جميع المغاربة أجمعين. بارك الله في عمر حبيبنا ملكنا العزيز وأطال الله عمره وزاده الله تعالى في المدد. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.